السلام عليكم الإخوان الأخوات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى إن شاء الله هات الفيديو نلقاكم على خير وبخير. وهذا واحد الموضوع، وأنه إن شاء الله بإذن الله غادي تاخدو فكرة، وإن شاء الله بالتوفيق غادي نبداو على بركة الله. لأن كاينين عائلات كيعانيو بزاف بزاف، علاش اللي ما نساعدوهمش بطريقة ولا بأخرى؟ الأحياء الشعبية شحال هذه، ما كندويش على دابا. احياء الشعبيه كلهم الموات كيخرجوا وليداتهم حدا باب الدار ديالهم، باش ان الولد ما يمشيش يديع ويمشي يدير الحاجه. كانوا يديروا البرقوق مرقد، كانوا يديروا الكيك مقطع اقتصادي ومقطع، كانوا يديروا الميلفي وتحط لولدها طبيصل حدا باب الدار. اقسم بالله الناس الا خذوها مني بتصحيح، الا هادوك الناس اللي عاشوا في ذاك الفتره وربى ولادهم على داك الشيء، خرجوا وليداتهم رجال، رجال بمعنى الكلمه، وقرا وصلوا مراتب اللي هي عاليه. وهذا الشيء ديال دابا ديال الدراري مفشين، ولا انا غير نبقى كنعطيه وهو يا ناعس، وهو مقابل لي غير الانترنت، مقابل غير الانترنت اللي ما غيدخل منه حتى شي حاجه، كيقيل لي تفرج في عباد الله. الناس خدامه على راسها كتدخل الفلوس، وهو جالس ليا في الانترنت وما عنده شغل ما حتى شي حاجه. اذا هذه راه الغلط ديال الوالدين، راه ماشي ديال الاولاد. اذا عليا شما ربيتي ولدك وطبعتي عليه، غادي يكون عليه. ولهذا الخوت انايا اقسم بالله بالحراره اللي في قلبي قلت والله حتى نخرج بفيديو انني على الاقل نشجع الامهات، لانه هزيل ديما الدبيله لوليداتهم. اما خصني غير مني ندبر له الفلوس نعطيه، هذه راه حشومه عيب وعار، راه ما خصهاش تكون. لان اليوم الا ولفتي لولدك تعطيه، غدا ما عندك ما تعطيه، غدا ما غاديش قدي تعطيه، راه كلشي كيتقاضى، كلشي كيتقاضى. لان الانسان كيعيش ديجا ظروف عنده خاصه وظروف صعيبه، وزيد عليهم هاد الظروف هادي اللي جاتنا، هذا دابا قريب 6 شهور ولا حنا فيها، والانسان وليداته محتاجين وداك الشيء. الوغ ندير انا واحد النفس في ولدي، نعطيه واحد الشحنه، نعطيه واحد الشحنه انني نشجعو على الخير، وعلى باش انه يكون رجل صالح ولا مراه صالحه للمستقبل ليها ولوليداتها حتى هي، وتعرف بان راه مقدر الانسان من لا شيء يدير شيء. واخا غيقولوا لي شي وحدين كيفاش من لا شيء، من لا شيء ايه شنو كتعني كيكاي الا دارها الانسان وحط طبيله لولده ولا بنته؟ دابا بالدار ما تمشيش عليا بعيده، تكون حدا المراقبه ديال عيني، حدا مراقبه ديال عيني. هادشي كانوا الناس كيديروه زمان، اقسم بالله العلي العظيم، الا الناس كانوا كيديروا تبارك الله ربوا به الرجال اللي هما يا فين راهم، اللي استاذ واللي استاذ جامعي واللي وصل دكتور. لان شوف راه داك الشيء ديال الصغر وديك القهره الانسان اللي كيتربى فيها، وكيكون عارف شنو كيسوى الفرنك، ان كيدير الولد بحسابه ولا كيعرف من واحد الجهد ومن واحد الشيء كيقدروا، ماشي بحال دابا الدراري كنلقاوهم ما كيقدروش هاد الفلوس. تعطيه شنو ما عطيتو عمرو ما غيشبع، وكخلي عليك الدراري اللي هما مدمنين، وانهم والديهم ما كيسولوش حتى شنو كيدير بالفلوس، سوا جاب الفلوس الولد ولا عطاوه هما الفلوس، ما كيسولوش اش دار بهم، يدير اللي بغى. حتى كيتلقاوهم هاد المسائل هادي، نعلموهم يخدموا على راسهم، نربيو فيهم داك الروح ديال انه يتحرك الولد، يتحرك ما يبقاش ناعس في الركنه، ما يبقاش جالس ما تيدير والو، لان داك الجلوس راه ماشي مزيان لا ليك ولا ليه. شنو غادي تنمي فيه؟ غادي تنمي فيه واحد الروح اللي هي صافي ميته ميته. دابا كتلقى الناس اللي هما كبر كيدابزو باش، اقسم بالله العلي العظيم يا اخوات ولا الاصدقاء ديالي كاملين، اقسم بالله العلي العظيم، الا الراجل عنده 90 عام مرارا، انا تقديت في السوق مسكين جايب ليا الكروسه معمره، كيحرقني قلبي. انا قاده نشد الطاكسي باش نجيبها ب 100 ريال، ومنين نوصل نعطيه 20 درهم حيت كيبقى فيا، ماشي باش غادي نفشر عليكم. اقسم بالله الا كنشوفوا شي حالات يدمي لها القلب، كيفاش الراجل عنده 90 عام ولا 80 عام خدام، والولد اللي عنده في العشرينات وعنده في الثلاثينات ما خدامش؟ علاش هكا زعما؟ علاش تقولوا لي ما يمكنش حيت ما لقاوش؟ لا ماشي ما لقاوش، ما تربطش فيهم داك الروح ديال ان الانسان ينوض ويخدم على راسه. شحال من الناس من لا شيء تبارك الله فين وصلوا. اذا شنو كيبقى؟ تيبقى الانسان هو الضمائر خصها تكون حيه، لا عند الام ولا عند الاب ولا عند الدري، انه ما يجلش بلا ما يدير حتى حاجه، انه ملي كيصبح الصباح والولد شاد البورطابل وجالس في الانترنت. انا ما متفقاش مع هذا الشيء،
انا ما عمري ما غنكون متفقه مع الدراري جالسين مضيعين وقتهم، قرا ولا ما قراش، المهم خصو يدير شي حاجه. حتى بالقرايه الا كان تيقرا في الوقت العطله، في الوقت اللي يكون عنده فراغ، السبت والحد هو حاط الدفتر ديالو كيقرا فيه، وهو حداه واحد المشيرع صغير انه كيبيع فيه اللي بغى يوصل. وانا ما يمكنش الانسان يوصل بلا حتى شي حاجه. اليوم كنشوفوا الدراري بغاو غير الواجد، وحنا كنعاونوهم على الواجد. ولدي بغى 10 درهم نعطيها له، بغى 20 درهم، ما كتبقاش متوقفه غير في هذا الحد. ان الدراري دائما عنده سميتو، اليوم الا عطيتي 20 درهم غدا بغى 50 درهم، غدا ما قداتوش 50 درهم خصو 100 درهم. ايوا ملي ما تكونش عندك هاد ال 100 درهم، ما يكونش هاد ال 50 درهم، شنو غادي يمشي يدير الدري؟ اذا غادي يخرج، غادي يخرج يدبر على راسو. وهذا هو فين كيوقعوا هاد الكوارث والمصائب، وهذا الشيء اللي كنشوفوا اليوم ديال الادمان وديال بزاف د الحوايج. ولهذا الله يرحم الوالدين، الناس الناس اللي هما عندهم وليدات بحال هاد الشكل، وانهم يمكن هاد القضيه يزيدوها في التربيه ديالهم. هادي من واحد الظاهره اللي دابا كنشوفوها صعيبه، وانها الولد قرا ولا ما قراش صافي، المهم ما عنده ما غاديش يزيد القدام. الناس بارك الله كتقرا وكتدير حوايج اخرى. اذا كلشي كيرجع للوالدين، والا خرج الولد خاسر راه من الوالدين، والا خرج ناجح راه من الوالدين. واحد النسبه، واحد النسبه ديال 75% ديال التربيه انها كتكون على حساب الوالدين. ولهذا كافحوا مع وليداتكم. انا تنقول المراه تكافح مع وليداتها باش ما قدرها الله، ولكن ما تخليش ولادها يضيعوا، في نفس الوقت ما تخليش وليداتها يضيعوا. لان الطلبات دابا كتشوفوا كتكثر، الوليدات تبارك الله ولا خاصهم الغلا، الحياه المعيشه ولات غاليه. اذا غتوفري له شي وما تقديش توفري له شي. وعلاش انا ما نديرش فيه داك الروح؟ لانه هو يعاونني، يقدر يعاونني واخا تيقرا. ما تنقولش ان الانسان الا كان تيقرا ما يدير والو في حياته. كاين ناس تبارك الله كانوا كيقراو وكيديروا حوايج اخرى في حياتهم، وكيتعاونوا بمشاريع اللي هي بسيطه، ووصلوا اطباء، وصلوا مهندسين، ووصلوا. اذا كنظن ان سميتها الفكره راها وصلت، وان نتعاونوا مع وليداتنا بهذا الشكل هذا. تكوني معوده غير على باش تعطيه، راها مشكله. خصك ديما تعطيه، وغيجي الوقت فين ما تقديش عليه. اقسم بالله الا دابا اغلب المشاكل اللي كطرى انه الوالدين ما بقاوش قادين بولادهم، ما بقاوش قادين عليهم في المصاريف، مخلينهم اللي كانوا كيعطيوهم ولفوا لهم غير العطيان. وعلاش حنينا، وعلاش علينا حنايا نبنيو واحد الجيل اللي هو فاشل؟ علاش نبنيو واحد الجيل اللي هو سميتو ما قادش يدير حتى شي حاجه، جالسين الاولاد غير معرمين في الحومات؟ واش عارفين شنو طاري في الدنيا؟ راها كارثه عظمى. البطاله واخا نقولوا قرا قرا هات الولد، وانه ما توفقش وما كايناش خدمه وما كاين والو، واخا متفقه معاه، ولكن لا، ما يبقاش غير واقف في الحومه، ما يبقاش كيخلط الاصدقاء الاشرار اللي انا غير غادي يخرجوا عليه، واللي انهم كيجروه للادمان. اذا فاش غتصدقي انت هات الام؟ فاش غتصدق؟ غتصدق في الولد مدمن، غتصدق في طلباته كثيره، غادي تصدق في مشاكل. اذا حاجه كتجر حاجه. هذا هو اللي بغيت نفهم لكم، وراه اليوم كلشي فاهم هذا الشيء، ماشي زعما جايه نقول شي حاجه اللي هي جديده، مي جايه نوعي الناس في بالها كلشي، ولكن خاص دائما اللي يحركها. البنادم غافل، وحنا ما حاجتناش باش نبقاو غافلين حتى لهذ الدرجه، لان الامور غدا وكتعقد. الانسان لابد من النصيحه، وانه حتى الا ما كانش الانسان على باله شي حاجه ينوض يتحرك يديرها ولو بسيطه. يقولوا لي شي وحدين ما عندناش راس المال، راس المال ب 50 درهم ما هوش راس مال، راس المال بشي حاجه ديال 400 ولا 10 دراهم راها ماشي شي راس المال اللي هو راه لو كان تجي تجمعي داكشي اللي كتعطيه لولدك في خلال السيمانه ولا، راه غتلقايه راس المال وتعدى راس المال ليه باش يدير شي حويجه اللي يتنفع بها، وعلى الاقل على الاقل يهز راسو داك المصيرف نجمعو له نهار على خوه نهار على خوه، ويدير به شي حاجه لانها تنفعو ولو بسيطه. انا قلنا ما غاديش يجمع بها حاجه اللي هي هذا، ولكن الا تعود راه هو غيبقى يقلب على باش يدخل المصيرف ديالو. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون استفد منه الاغلبيه ديال الناس، وسورتو داك الطبقه اللي هي مسكين مساكن مضرورين بزاف، ولادهم غير تالفين ما عارفينش حتى شنو غيديروا. الوغ هنا فين كيجي الدور د الوالدين؟
الدور ديال الام ودي الاب هنا فين كيجيو، وهذا الشيء كان بكري، اقسم بالله الا كان بكري على الخوت والناس كانت تديرو. وتبارك الله انا كنقول لكم، وكنولي نعاود ولادهم خرجوا رجال يتكلوا، دابا راهم خدامين عليهم شي. دابا كتلقى شحال من عائلات داك الولاد اللي هما تمرتوا، واللي انهم كانوا كيخرجوا لهم الصينيه حدا الباب، واللي كانوا كيديروا لهم ماشي قبل هذا الشيء هذا، ان ما تقولي ليش نعطي لولدي يمشي يشري الكارو ويبيعوا ديطاي. هذه اقبح حاجه الام غادي ديرها ولا الاب، ماشي ديطاي، ماشي داك الشيء ديال الادمان، ماشي داك الشيء ديال الكميان، ماشي الا ندير ولدي شي حاجه اللي هي حلال، لانه يكسب بها واحد القوت كما كنقولوا، واحد الدريهمات، وواحد من بعد دريهمات غادي يوليو ألوفات ان شاء الله باذن الله. نربيو فيهم هات الروح ديال التضامن الضمني مع وليداتك، باش انهم ما يخرجوش اللي يقلبوا على شيء اللي هو خطير برا ولا دابا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الاخوان الاخوات، كنظن كنتمنى انني نكون وصلت لكم هات نوصل هات الفكره هادو للناس اللي هما يمسكن مضرورين بزاف، ولانهم غافلين على وليداتهم، ولانهم بسبب هاد الشيء هذا الولد كيتعاطى الادمان وما كيبقى باغي لا يقرا لا يدير حتى شي حاجه في حياته. اذا نساعدوهم ولو بشي اللي هو بسيط. الله يرضي عليكم، وان شاء الله كنتمنى هاد الفيديو تبارطاجيوه. الله يرحم الوالدين، بارطاجيوه ماشي على ودي انايا، بارطاجيوه على الناس اللي كتعرفوا والناس اللي مضروره والناس اللي محتاجه. هذا راه كاين شي ناس خاصهم غير هكايا، غير شي حاجه هكايا وينوضوا يتحركوا، ما فيها باس. اذا نعاونوهم ولو بالهضره. انا راني دارني الحال على هاد المواقف اللي كطراو، ان الانسان كتلقى الدراري معرمين في الحومات شادين غير الكارو والجوانات كيكميو فيهم، وهذا خلل كبير كيؤدي للمصايب الكحله. هاد المصايب الكحله راها في التالي هذا هو الثمار ديال الولد اللي كيضيع، كيكون صافي خرج ما كتقديش تسيطري عليه، ما تقديش ملي يكبر ويبقى عاطيه الادمان ما تقديش تسيطري عليه، كتسواد لك الحياه ديالتك. اذا حتى لهنا ونقولوا كافى علينا من هاد الشيء هذا. الله يعطيكم السير، بارطاجيو الفيديو. انا كنشوف بان بحال هاد الشيء خصو يتبارطاجا، ماشي الحاجه اللي خارجه القانون اللي ما غيستافد منها الانسان حتى شي حاجه. ونتمنى ان شاء الله الصحه والعافيه، والواحد يدير اللي في جهده. الله في عون العبد، ما دام العبد في عون اخيه، فهمتوني؟ هاد المثله هادي راها زوينه ويمكننا نطبقوها. الله يسهل الامور على الجميع، ونتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ولو بالشيء اللي هو بسيط. ما يمكنناش نغيروا العالم، ولكن يمكننا نغيروا شي حاجه، يمكننا نزيدوا القدام ونغيروا شي حاجه في النفوس ديال الناس. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.